تليفون شريتك هنقف فندم قدام حضراتكم مجموعه من الصور اللي بتوضح الحاله البنائيه والانشائيه والمعماريه اللي كانت عليها او اللي كان عليها مقر مجمع محاكم مجلس الدوله القديم، ودي هنوضحها في الصور اللي جايه. وقد ايه كانت الحاجه الماسه ان احنا نعمل مقر جديد لمجلس الدوله يليق بمجلس الدوله وبالقضاء الاداري في محافظه الغربيه، واللي بيوضح قد ايه دعم اللي قدمته محافظه الغربيه بقياده السيد المحافظ لمجلس الدوله بتخصيص المقر الحالي اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. فلو تسلم عليك نوضح بعض الصور بتاعه المقر القديم قبل ما نوصل للمقر الجديد. اتفضل يا فندم. التي تقضي بتقريب جهات التقاضي إلى المتقاضين ويحدثنا عن مراحل إنشاء وتشييد هذا المبنى معالي السيد المستشار أحمد عبد الحليم نائب رئيس مجلس الدولة عضو المكتب الفني للسيد المستشار رئيس مجلس الدولة الموقر، فليتفضل على 5 دقائق. العالم
لو يزني معنا الرئيس صعب التواصل فيديو يوضح مبنى مجمع